ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر سبحان قدوس رب الملائكة والروح 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 اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن لا تدع لنا في سجودنا هذا ذنبا إلا كفرته ولا أمر إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المدار يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة عظيمين جزاء بما كانوا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فما وهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون